بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الإمارة حفظه الله، تم اليوم توقيع اتفاقية مشروع تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية السادسة والسابعة ومنطقة النهضة، حيث جاءت هذه المشاريع طبعا استكمالا للمراحل السابقة في رصف المناطق الصناعية. تضمنت هذه المرحلة حوالي 45 كيلومتر من رصف الطرق، بالإضافة إلى المواقف الجانبية وكذلك خدمات الصرف الصحي، خدمات تصريف مياه الأمطار، وما شملت جميع أنواع الخدمات، منها أيضا أنظمة المراقبة وكذلك الاتصالات والغاز وغيرها من الخدمات، لتكون المنطقة كاملة الخدمات بإذن الله في نهاية هذا المشروع بإذن الله.